قناة الشروق حنا ما مسوقينش لذاك الشيء، حنا ما كيهمناش داك الشيء. تقول اللي بغات تقول وتقول حنا الملك ديالنا، حنا عارفين واش كيسوى وديما معانا الحمد لله. هو في درب السلطان، هو في القريعه، هو حدانا في سباتق، فين ما مشيتي تلقى الملك وكيخرج وكيشوف الرعيه ديالو. ماشي بحال هذاك الرئيس ديالو ما عرفوش ميت ولا حي ولا معدوم ولا ما عرفوه فين هو. والحمد لله الخير موجود في البلاد. كورونا راه الشعب كيتلقح، واكلين شاربين البنانه والبنان اللي كيضربوا به الامثله. الصحافه ديال الخنز عندهم هما كيضربوا به الامثله. ورساله للشعب الجزائري، حنا راه خوتكم. هذوك الاحقاد حيدوهم، ما كاين لا حقد لا والو، حنا خوت. ما يزرعوش الضغينه بيناتنا، حنا خوت، حنا امه مسلمه والسنه الحمد لله، والملك ديالنا مسلم. كنطلب من الشعب الجزائري، حنا راه خوتكم، ما تعايرونا ما نعايروكم، نبقاو خوت. واخا شي واحد غلط فينا حنا ما نحملوش مسؤوليه، الله يهديه. ولكن نطلبوا من المسؤولين الجزائري الجنرالات، كنعاود نقول لهم وما يضر السحاب نبحوا الكلاب، راه كلاب غتبقاو ديما كلاب. بعدوا من الملك بزاف عليكم، تجبدوه بزاف عليكم. ونطلبوا ونعرفكم رجاله، حلوا الحدود، ما غيبقى حتى واحد في الجزائر غتشطب، والله لا بقى واحد بالله. وبغينا الشعب الجزائري يجي يتمتع بالثروات ديال المغرب. هذا راه بنانه محطوطه في السوق، كاع ما كيتباع، كاع ديال 6 درهم 7 درهم عندنا في المغرب. ها الخير موجوده، الشعب شبعان. وهذا تتمم من حقكم تاكلوا هذا الشيء، من حقكم، والملك بغاكم تاكلوا منه وحاس بيكم وعارف. ولكن الجنرالات ديالكم بغاكمش تحلوا لكم العينين، حيت لا تحلوا لكم العينين غتوليو في مشاكل معاهم. السلام عليكم، انا كتاجر في سوق البركه بدار الامان الحي محمدي، تنستنكر لهاد الاعمال اللي داروا الجنرالات ديال الجزائر ديال العسكر. هاد الشيء راه عيب. هادو كمرتزقه ديال البوليزارو تيدعموهم من اموال الشعب، من اموال الشعب تيدعموا المرتزقه. ولهذا هادشي داروا ضد سيدنا، سيدنا راه ما وصلوش، سيدنا راه محبوب ديال العالم كامل، كاع العالم تيحبوا. وسيدنا ما وصلوش، سيدنا دار مشاريع داخل البلاد وقاد البلاد، وهو غادي في مشروع كبير ديال التقاعد ديال الناس المسنين اللي ما عندهمش تقاعد، هو دخل في مشروع كبير عاوتاني، درنا البوراق ما خلى ما دار وما يوصلوش. هما حنا ماشي ضد الشعب الجزائري، الشعب الجزائري حنا خاوه خاوه، حنا خوت وكنا اسلام. يهضروا على الثروات ديالهم في المشات اللي تيهربوا لسويسرا الجنرالات والصحافه ديالهم تما. اما حنا تنبغيو سيدنا ونموتوا عليه، والصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه. خويا حنا كمغاربه تنستنكروا هادشي، كمغاربه وكفلاحه كيف تتشوف سوق البركه، تنستنكروا داكشي اللي خرجوا به الجزائريين، داك اعلام وديك قناه بالضبط. حنا غادي نقاطعوها من هذا المنبر هذا، وحنا مالكنا مشرفنا في كره ارضيه كامله. وعاش المالي. خويا حنا كسوق البركه، حنا كخداره في هذا السوق هذا، غادي نديروا حمله غنقاطعوا ديك القناه وغادي نحاربوها، ماشي غنقاطعوها. حنا خرجنا بهاد التصريحات هادي باش نقاطعوها، عندنا مالكنا مشرفنا في البلاد كامله وفي الكره الارضيه كامله. حنا تنستنكروا هادشي اللي داروا هذوك الناس، واخا خاوه خاوه، هادو شي ناس من الجزائر مستهدفين المغاربه وصافي. وعاش المالي. خويا اللي بالي في ذاك الفيديو اننا كنبقاو خوت مع خوتنا الجزائريين، وداك الشيء اللي دارته الدوله ولا هاد الصحافه هادو اللي كانوا تشوهوا بالسمعه ديال جلاله الملك، فهم ما عمرهم غيوصلوا وما عمرهم غيديروا بحال الدوله اللي داير. هادي راه كتسمى بحد ذاتها امبراطوريه المغربيه، انها كتعيش فوق الجنرالات، هما اللي راه كنوكلوهم من عندنا، كيشربوا من عندنا. هما المواطن كيبقى ديما خونا، حيت جربناهم في الغربه، كنعرفوهم لا في تركيا لا في المان لا في هولندا، الجزائريه الله يعمرها دار. هما الدوله ديالهم طماعه، ماشي طماعه نقدروا حنا نعطيوها الفلوس ونسبوها وتسكت. وديديكاس لخوتنا الجزائريين ومغاربه. وهادشي اللي داروا هاد المسؤولين ديال الجزائر ما خدامش ليهم، وحنا كنموتوا على الملك ديالنا. والله ينصر سيدنا، انا بقى فيا الحال، علاش اللي ما يبقاش فيا الحال؟ راه سيدنا هذاك الله ينصره، الله يطول لنا في عمره. ما حنا هاد الخيرات اللي عندنا حنا في هاد البلاد ما عندهمش هما، حنا هما حازين على هاد الشيء اللي عندنا حنا في بلادنا. فهمتيني؟ حنا سيدنا نفديو بدمنا وروحنا. وعاش الملك.